أهلاً البنات، مرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم إن شاء الله الفيديو متاعنا باش يكون متنوع شوية بين ترتيب وتنظيف وبين جولة باش نعملوها مع بعضنا. دونك بما أنه أغلب المتابعين والمشتركات قالوا لي نحبوك يعني تعمل لنا دورة أو جولة في المحل اللي تشري منه أنت كل الأواني أو الأدوات المطبخية، فإن شاء الله اليوم قررت باش نهزكم معايا باش نعملوا جولة مع بعضنا للمحل هذايا اللي هو قريب مني. كان قريب هو، لكن حول انتقل مكان جديد أوسع وأكبر، يعني وكبر في المحل هذايا. عنده حاجات حلوة برشا. الحصل من غير ما نطول عليكم، نمشي ونعملوا جولة مع بعضنا ومن بعد نرجع نكملوا الفيديو. We'll be right back.
دونك البنات هذا هو المحل اللي انا نشري من عنده العاده، ونحط لكم الادريس نتاعو والعنوان نتاعو، خاصه رابط صفحه الفيسبوك زوروها تلقاو كل شيء موجود في صندوق الوصف اللوطه. دونك ما تنسوش باش تزوروا صندوق الوصف تلقاو كل المعطيات ان شاء الله. دونك انا كيف عملت الدوره بصراحه عجبوني برشا حاجات شديتهم، وجاب لي فكره في نفس الوقت اني خذيت حاجات مزيانه او شجعتني باش نرتب تحت الحوض، يعني البلاكار اللي تحت الحوض حسيته داخل بعضه شويه وماهوش منظم جمله، يعني كل شيء محطوط مقادس كما قاعدين تشوفوا هكايا. فلقيته يبيع في حاجات يعني متاع تنظيم متاع ربح المساحه، خاصه اللي عانيوا من الضيق اللي تحت الحوض، يعني ذوقها عندها برشا سوائل تنظيف ومش لاقي كيفاش تنظمها ولا كيفاش تبهم. اليوم ان شاء الله ناخذوا فكره يعني نرتبوا بها ونربحوا بها برشا يعني فضاء، وما يقعدش يعني كل حاجه تشد مكانها، ما تقعدش عندنا كركبه تحت الحوض. دونك انا اول حاجه باش نمشي نعملها باش نفرغ السوائل هذيك الكل، وباش نمشي ننظف من تحتهم، ومن بعد تو نشوفوا كيفاش باش نعاودوا الترتيب نتاعها. دونك البنات كيما شفتوا يعني بعد ما نظفت الحوض ونشفته خذيت لي نابرون، هذوما اللي قاعدين تشوفوا فيهم موجودين زادا في الاسواق، سعرهم ماهوش غالي حتى طرف. دونك انا خذيتهم، هما فيهم برشا الوان، انا خذيتهم في البلون، ما نعرفش الابيض هكا يعجبني، يعطي هكا لونهم دافي ويعطيه احساس النظافه بالحق. وديجا كيما قاعدين تشوفوا يعني الحوض زاد فيه الشطر بالحق، زاد زينوا على الاخر وتزادت فيه لمسه جديده ولمسه حلوه. دونك توا باش نتعداو ونشوفوا هيك السوائل وين باش نحطوهم. دونك المحل هذايا لقيت يبيع في كنسروات كيف هذوما بالغطاء نتاعهم، يعني تقدروا تستغلوهم الالعاب، يعني تحفظوا فيهم العاب اطفالكم، تحفظوا فيهم ملابسكم الداخليه. مثلا انا اليوم اخترت باش نحط فيهم او نرتب فيهم سوائل التنظيف نتاعي، خذيت زوز، واحد باش نحط فيه الحاجات اللي انا نستغلها يعني او نستعملها يوميا، والكنسر الاخر باش نحطه الا للحاجات اللي ما نستحقهاش ديما. دونك انا توا كما قاعدين تشوفوا رتبت الكنسروات والحوض نتاعي صار حاضر، توا باش نمشي نرجع نرتب السوائل نتاعي، نحط كل حاجه في بلاصتها ونشوفوا مع بعضنا شنو هي الارتيك الاخر اللي خذيته اللي بالحق عجبني وحسيته براتيك على الاخر، خاصه في حفظك الحاجات الصغرونه بالكل. دونك تحطهم غاديكا وما تقعد الدنيا الكل منظمه، ونتخلصوا من هيك الكركبه الزايده. كما قلت لكم كنسرو حطيت فيه الحاجات اللي انا نستعملها يوميا، والحاجات الاخرى حطيتها في كنسرو اخر وحده، باش مره اخرى كيف نجي حاجتي بحاجه نعرف وين نمشي بالضبط، وكل شيء يبدا مرتب وواضح قدامي ما نحلش، وهكيكا يعني نربح الوقت وما نقعدش من بعد هكا تتفرعس الدنيا ونقعد نلوج هذي وين هيجي وين. دونك كل شيء يبدا عندي واضح.
انا توا كملت الحوض توا باش نتعدي ونشوفوا الارتيكل هذايا يسر مزيان يتحط على الباب نتاع البلونك. الارتيكل هذايا اخذيته انا بسبع دينارات فقط. فما برشا الوان عجبني اللون هذايا الابيض وفيه الروج مكتوب عليه اي لاف يو، يسر كيوت ويسر حلو وخاصه انه كبير يعني يرفع برشا حاجات. حطيت فيهم اكا ساشيت نتاع البوبيل وساشيت نتاع الحمل اللي نستحقها يعني، وكل حكاكة الحديد وكل صابون وكل القرارس ولا المنادل الصغيرة اللي نظف بها المبل. دونك حطيت فيها غديكة لم لي الدنيا الكل، وعطاها منظر اولا منظر مزيان، وثانيا حطيت فيه كل الحاجات هذيك الصغرونه اللي ممكن تعمل لي كركبه. ولا البنات ان شاء الله تكونوا خذيتوا فكره متاع تنظيم وترتيب يعني، وفكره خاصه للحاجات اللي استعملناها باش نظمنا بها البلاكار او تحت الحوض متاعنا. انا نوصل بكم توا لاخر الفيديو. البنات اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتشجعوني بك الكلمه الحلوه، واذا عجبتكم القناه ما تنسوش باش تشتركوا فيها وتفعلوا هيك الجرس. انا نخليكم توا في رعايه الله وحفظه، ونتلقاو ان شاء الله في اقرب وقت ممكن في فيديو جديد. بسلامة.